نبدأ معاكم أول فقراتنا في برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة الأخبار. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك من خلال الفيديو كونفرنس في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 25 لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي بداية أن أتقدم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين بخالص تهنئة بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997 منصة رائدة لمجتمع الأعمال وحدثا اقتصاديا متميزا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم. السيدات والسادة، تحل جمهورية مصر العربية كدولة ضيف في دورة المنتدى لهذا العام في ذكرى انطلاقه 25، بما يؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على مدى السنوات الأخيرة. ويعقد منتدى هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصاً على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالاً وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي. السيدات والسادة، دعوني أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين ولرفاهية الشعبين. لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبع، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة في إفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين. السيدات والسادة، ليس خفيا على حضراتكم ما شهدته جمهورية مصر العربية خلال العقد الماضي من أحداث استثنائية كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدراته. ومن هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتأسيساً على هذه الرؤية، قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل النمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار. كما نجحت مصر في إطار استراتيجياتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلاً عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق وتطوير منظومة النقل المصرية عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية. ويضاف إلى ذلك المشروعات الصناعية العملاقة والعديد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة التي تدشن في مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من الجهود الوطنية سالفة الذكر، إلا أن العمل المصري ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرا بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا، والتي ما لبث للعالم أن يتعافى جزئيا من آثارها حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبا على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء، وكذا عدم انتظام حركة الطيران المدني بما يرتبط بهذا القطاع من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري وفي مقدمتها السياحة والتأمين. إن التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي. من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية، كما أنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي وفرها الاستثمار في مصر بكافة المجالات. ولن يفوتني قبل أن أختتم كلمتي أن أوجه التحية لأهالي مدينة سان بطرسبرغ الباسلة المناضلة عبر مر التاريخ، والتي تمثل في الوقت ذاته رمضا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي. وختاما أود أن أكرر شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في هذا المنتدى باعتبارها ضيف هذه الدورة، أملا للمنتدى آملا للمنتدى والمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق، ولما لدينا صديقين مزيدا من التعاون البناء والازدهار والتقدم. دعيني المولى عز وجل أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم، وأن يجنب شعوبنا ويلات الحروب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك. وشكرا جزيلا لكم.
كمان امبارح شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغيير المناخ، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وتم توجيه الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة في المنتدى هذا العام استنادا إلى الدور اللي بتقوم به مصر في هذا المجال، وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وعدد من قادة العالم. هذا وقد ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال القمة. فخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أود بداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لمبادرته بالدعوة لهذه القمة المهمة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة. وفي هذا الإطار، ومع قرب انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوفرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إعداد تغيير حقيقي على الأرض. ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية. وانطلاقا من هذه المسؤولية، اسمحوا لي أن أشارككم بعض النقاط المهمة في إطار استعداداتنا لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها. أولا، تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا، تنفيذاً لاتفاق باريس ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ. ومن جانبها، فقد قامت مصر مؤخراً بإطلاق استراتيجياتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة والتي ستتضمن أهدافاً كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها. كما ستوضح هذه المساهمات المسؤوليات التي تطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرتها على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء. ثانيا، على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة. ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني. كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها وإطلاق مبادرات جديدة طموحة
لتكون مكملا وداعما لعمل المناخ الحكومي. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأعلن عن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، واستنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع. ثالثا، إن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدما بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس، إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزا وداعما لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ. ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية، خاصة في قارتنا الإفريقية، أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب. إن نجاح الدورة 27 لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الإفريقية من رضا وارتياح، إذا موقعها في هذا الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نمواً، ومساهمة منا في بناء هذه الثقة وألقى هذا المناخ المواتي. يسرني الإعلان عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الإفريقية على مدار العام الجاري، وصولا إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في إفريقيا خلال قمة شرم الشيخ. ختاما، فإنني أتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ لنواصل معا العمل على وضع تعهداتنا موضع التنفيذ، ولنستجيب لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر منا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة. شكرا لكم. لسه مستمرين معاكم في فقرة الأخبار، لأن كان في امبارح مجموعة من الأخبار المهمة اللي يمكن منها الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي من خلال هذه الأخبار ونفت شائعة. الشائعة دي كانت خاصة باختطاف فتيات في المواصلات العامة عن طريق تخديرهم بإبرة. وبمناسبة الخبر ده تحديدا والنفي، هو مفيش حاجة في علم الطب كله بشكل عام اسمها تخدير بإبرة، وده النفي اللي أكدته الحكومة في يعني الحملات الممنهجة اللي دايما بنشوفها من وقت لآخر اللي بتستهدف فكرة يعني تهديد الاستقرار الداخلي، لكن أصبحنا خلاص عندنا زي ما بيقولوا مناعة من مثل هذه الأفعال تحديدا. معنا أيضا كمان خبر بأن وزارة التخطيط والقومي للحوكمة عقدوا حوارات تحت عنوان الاقتصاديون الشباب ومستقبل الاستثمار في أفريقيا، ده بالإضافة لأخبار تانية كتير هنتابعها من خلال التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوغرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، وده خلال الفترة من 11 لحد 17 يونيو 2022. تضمنت الإنفوغرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها.
أكدت الحكومة أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات في أي وسيلة مواصلات عامة أو في القطارات أو المترو عن طريق التخدير بوخزة إبرة، وأنه ما فيش أي شكاوى أو بلاغات في أي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية بخصوص الموضوع ده، وكل اللي بيتم تداوله عبارة عن ادعاءات ملهاش أي أساس من الصحة بتستهدف إثارة البلبلة. ونشدت الحكومة المواطنين عدم الانسياق للشائعات اللي زي دي مع ضرورة الإبلاغ عن أي جرائم من النوع ده، وهيتم فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب عملوا حوار سياسي رفيع المستوى عن مستقبل الاقتصاد والاستثمار في إفريقيا. وقال الدكتورة هالة السعيد إن الاستثمار في الجيل الجديد مجزي بشكل كبير، وإن القضية الأساسية المطروحة اللي بيغطيها المسار مهدته شبكة الاقتصاديين الشباب، وكان نحو تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لوضع نموذج الاقتصاد الكلي للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 وخطة إفريقيا 2063. كمان استعرضت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جهود مصر لدعم الإبداع ورعاية الموهوبين في الجلسة الثالثة من مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية، وهو الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجنوب، واللي جه تحت عنوان الثقافة والعالم في تحول، ودارت حول الاستراتيجيات الإقليمية والإجراءات المتخذة لدعم التقدم في الثقافة والقطاعات الإبداعية من خلال تنمية قدرات ومهارات الفنانين والمتخصصين وتبادل الخبرات الفنية، بجانب الاستفادة من التحول الرقمي وتعزيزه في القطاع الثقافي. وزارة الداخلية بتواصل تنفيذ فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وده طبعا بناء على توجيهات القيادة السياسية. مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتاحتها المبادرة والتي تصل إلى 60%. وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من شهر مارس الماضي، ومنذ بدايتها وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية. أنا شايفة في اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريباً، المبادرة دي شغالة وعرفت إنها مكملة للعيد، كل سنة طيبين. ما شاء الله الحاجة حلوة قوي، حاجة نظيفة جداً وأسعار في متناول إيد الجميع يعني. الأسعار أحسن بكتير من برة، وطبعا توفير السعر دوت في المبادره بيخليني اقدر اشتري كل اللي انا عايزه. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهايه. قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه ومنافذ اقامتها الوزاره بالاشتراك مع كبار الموردين والتجار تشارك في هذه المرحله، ومع مد فعالياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها. احنا أصرينا ان احنا نشترك في المبادرة، وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم إن إحنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بأفضل أسعار. وفرة كبيرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي أثرت على أسعار السلع، وهو ما أشاد به المواطنون. إحنا بنيجي مخصوص عشان المبادرة ديت، وإن هي أسعارها أقل من العادي. الزيت سعره كويس جدا، والرز كويس جدا، كل حاجة جميلة جدا عن بره والأسعار كويسة جدا. جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمكرونة والرز، الحاجات رخيصة تبع المبادرة. صراحة يعني مش محتاجين أي حاجة كده، يعني أنا خدت بأسعار أحسن من بره كتير. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية،
من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. بصراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان، لأن في تفاوت في الأسعار ما بينها وبين برة، ده طبعا بيتيح لي أن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما انا عايز. نشكر وزاره الداخليه برضو على المبادرات والاسعار اللي بتنزلها لنا سواء اللحوم او السلع التموينيه. اسهمت المبادره منذ اطلاقها في التخفيف كثيرا عن كاهل الاسر المصريه مع الارتفاع في اسعار السلع تاثرا بالمتغيرات الدوليه بتوفيرها كافه انواع السلع بتخفيضات كبيره. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، كان أبرزها انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية اللي بتستضيفها مدينة بور فؤاد على طريق التفريعة. هيشارك في البطولة 85 لاعب، وشهدت سباقات امبارح مشاركة مراحل عمرية مختلفة تحت 10 سنين ومرحلة تحت 14 سنة لمسافة 10 كيلومتر. صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 437 مشروع صغير ومتناهي الصغر باستثمارات 4.9 مليون جنيه ليصبح إجمالي المشروعات الممولة 3189 مشروع صغير ومتناهي الصغر من بداية السنة المالية الحالية في يوليو 2021 والحد دلوقتي بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، بالإضافة ل 6 مليون جنيه مساهمة من المستفيدين بجملة استثمارات وصلت 36.6 مليون جنيه. اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أعلن عن تعليم مديرية القوى العاملة بالمحافظة ل 547 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 من ذوي الهمم من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعددهم 2025 راغب عمل منهم 19 قادرون باختلاف، وده مع توفير 46 فرصة عمل خلال شهر مايو اللي فات. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بيرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، افتتحوا مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ. الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أكدت انتظام عملية توريد محصول القمح بالشوان والصوامع، وتم توريد 53,940 طن من يوم الخميس اللي فات، وبكده تم تحقيق معدلات وصلت ل 102.15% من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي اللي بدأ في نص إبريل اللي فات وهيستمر لحد شهر أغسطس. نظمت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية على مدار يومين في قرية فيشة بالمحمودية، وتم خلال القافلة الطبية الكشف على 1556 من أهالي القرية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة بالإضافة لوجود معامل دم وطفيليات وجهاز أشعة لإجراء الفحوص الطبية.